استغفر الله الله استغفر الله 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 استغفر الله الله استغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك وتبت رجعت إليك توجهت وجهي إليك يا صبر يا الله 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 توجهت وجهي إليك وكل ذنب إلى ما ذنب إلى ما غفرت كل في ذنب يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله
رجعت إليك وجهت وجهي إليك وكل ذنب إلى ما ذنب إلى ما غفرت كل في ذنب. حي قيوم يا الله. Hey! 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 H
رجعت إليك توجهت وجهي إلي سلام القول من رب رحيم 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 سلام قولا 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 من رب رحيم استغفر الله لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه وترجعت اليه توجهت وجهي اليك بكل ذنب الى ما دام الى ما غفرت كل باذن اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي محمد بالفضل سلطان الرجال محمد وبحر الجمال جمال محمد اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي محمد بفضل سلطان الرجال محمد وبحر الكمال جمال محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد بفضل سلطان الرجال محمد وبحر الكمال جمال محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد بفضل سلطان الرجال محمد وبحر الجمال جمال محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد بفضل سلطان الرجال محمد وبحر الجمال جمال محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد فاز سلطان الرجال محمد وبحر الجمال جمال محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد فاز سلطان الرجال محمد وبحر الجمال جمال محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك
وبارك على النبي محمد فاز سلطان الرجال محمد وبحر الكمال جمال محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد فاز سلطان الرجال محمد وبحر الكمال جمال محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد فاز سلطان الرجال محمد وبحر الكمال جمال محمد. استغفر الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليك وتترجعت اليك توجهت بوجهي اليك وكل ذنب الى ما ذنب لما غفرت كل في ذنب. لا اله الا الله 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 لا إله إلا 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 الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك وتبت رجعت إليك توجهت وجهي إليك كل ذنب إلى ذنب إلى ما غفرت كل في ذنب الله الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليك وتبت رجعت اليك توجهت وجهي اليك ولكلمه شهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان أعوذ بالله من السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ليس أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب جنات هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضرب الناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسميه له من في السماوات من الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم ربنا وتقبل منا من الحاضرين. ربنا يسر أمور ممور الحاضرين. ربنا فرج على أمة محمد وعلى الذاكرين والحاضرين. ربنا تضيع على أمة محمد يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا واستجب دعانا ودعاء أخواننا يا رب العالمين. إلا في مكان يا رب العالمين. ربنا ارفع البلاء عن أمة محمد. ربنا ارفع البلاء عن أمة محمد وعلى الحاضرين. اكفينا من شر الظالمين والظالمات، شر الفاسقين والفاسقات، شر الجاهلين والجاهلات يا أكرم الأكرمين. ربنا عافيهم وعافينا واشفهم واشفنا وادبهم وادبنا وتوفي ديوننا وديوننا واستر عيوبنا واكشف عسابنا وعسابنا يا رب العالمين. ربنا وحفظنا من الهم والغم يا رب العالمين، قسوة القلوب يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا إذا بعد ما هديتنا وهب لنا إنك أنت تعلم الوهاب. ربنا لا أسود وجوهنا وبيض وجوهنا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك وعباد العاشرين والتابعين والمسجدين والساجدين والذاكرين يا رب العالمين. واشفنا بشفائك وادوينا ودائك يا رب العالمين. ربنا واهدينا يا رب على الدين وعلى الإيمان وعلى الطريق حق المستقيم. يا ربنا وارضى على أمة محمد والحاضرين. ربنا ارفع درجاتهم وارفع تقويتهم وارفع تقويتنا ودرجاتنا يا رب العالمين. ربنا واعنا وخلصنا من كل الوفاء وكل دين يا رب العالمين. ربنا واعنا وقت السعى وقت الحساب ورشد علينا عذاب الغبر يا رب العالمين. ربنا وارحم موتانا يا رب العالمين. وارحم أعضاءنا يا رب العالمين. وارحم أباتنا وأبهاتنا يا رب العالمين. ربنا فرج على جميعنا وجميع أحبابهم وصديقهم وغربائهم يا رب العالمين. اللهم ربنا واجعلنا من الذاكرين والشهداء والتابعين يا رب العالمين. إلا أنت مقصودي ورضاك مطلوب يا رب العالمين. ربنا يا ربنا واجعلنا قارئين في الدنيا القرآن، واجعل القرآن منيسا على قبورنا، واجعل القرآن نورا على صراطنا يا رب العالمين. واكرمنا كرم القرآن واشفنا شفاء القرآن وادبنا ادباء القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا طهر قلوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. ربنا اجر من عذاب النار وقنا من عذاب النار وارحمنا من عذاب النار يا رب العالمين. ربنا يا ربنا ونستعمل من شفاعتك وشفاعة رسولك حبيبك محمد يا رب العالمين. يا ربنا شفاعة أوليائك الصالحين وشفاعة الباز عبد القادر الجيلاني وخلفائه والراشد وسيد أحمد الرفاعي، سيد أحمد البدوي، سيد إبراهيم الدستوري المعروف الكبير، صلى الصلاة جنة البغدادي والشيخ حيث بن قيس الحراني، عبد الرحمن بن عجب الأنصاري يا أرحم الراحمين. ربنا وادخلنا في جناتك الأبرار يا أكرم الأكرمين. واشربنا من حوض الكوثر يا رب العالمين. كما ألفت بيننا وبين أحبابنا وأولادنا وغربانا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا وصلنا إلى بابك الحق يا رب العالمين. ربنا واحفظنا من الحرام يا رب العالمين. واحفظنا من الزنا يا رب العالمين. ربنا واهدي قلوبنا على الدين. ربنا وثبت أقدامنا على صراطك حق المستقيم. ربنا وصلنا إلى بابك الحق يا أنت الحق يا رب العالمين. ربنا وشرر من شرفة عزتك وكرمك يا رب العالمين. وأعطنا بسرك وغدة عزمتك وجلالك يا رب العالمين. يا ربنا والحاضرين والغائبين والبعيدين، وعينهم على ذكرك وأهدك
يا ربي وشكرك وحمدك يا رب العالمين. آمين. وفرج عليهم وعلى أمة محمد يا رب العالمين. آمين. واكتب حوائجهم حوائجنا يا رب العالمين. آمين. يا ربنا واصلح لنا خليجنا من الدرب الحق يا رب العالمين. آمين. يا ربنا واصلح نفسه يا رب العالمين. آمين. يا ربنا لا تردوا يا ربي ولا تخجلوا يا رب العالمين. آمين. يا ربي وعلى عياله وعلى أولاده ومرزق حلالا وحيا يا رب العالمين طيبا يا رب العالمين. يا ربنا ولا توجعوا بيد الشيطان يا رب العالمين. آمين. ولا تهلكوا بينه وبين النفس يا رب العالمين. آمين. وصلوا إلى الباب الحق يا رب العالمين. آمين. ربنا مظلوما محقورا مكسورا يا رب العالمين. آمين. وتفرج عليه يا رب العالمين. آمين. يا ربنا وتقضي حوائجي يا رب العالمين. آمين. يا ربنا وتخلصني من حق العبد والفاء يا رب العالمين. آمين. يا ربنا واصلح بيني وبين زوجاي وازواجي يا رب العالمين. آمين. واصلح يا رب العالمين. آمين. يا ربنا وادز اوراقا يا رب الظالمين عليك يا اكرم الاكرمين. آمين. يا رب كل من ادى وادانا يا رب العالمين هل لكم بأهلك يا رب العالمين. باسمك القهار هل لكم يا رب العالمين. آمين. وادز اوراق الظالمين معلومه بك يا رب العالمين. آمين. معلومه بك يا جيلان يا رفاعي. وادز اوراق بكر خواجه عليك يا شيخ عبد القادر يا سيد احمد الرفاعي. وابعدوا عنا وعن اخواننا واولادنا يا رب العالمين. امين. والحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على الذاكرين والحاضرين. ربنا وتقبل منا دينا واصل من ثواب الذكر القادريه المحمد مع تعالي الرباني وطريقه الرفاعي تعالي الرباني يا رب العالمين. امين. من حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم والى بيت الانصار المهاجرين وخاصه الى امام علي والحسن والحسين. وإلى القطب العارفين الباز وعبد القادر الجيلاني وخلفائه والراشدين والعاشر والتابعين وكافة للإيمان والحاضرين والسيدي وقرة عيني وسيدي حمد البدوي سيدي إبراهيم السوري معروف الكرخ خسر السقاط جنيد البغدادي عز الدين أبو حمر الشيخ عيد بن قيس الحراني عبد الرحمن بن عم جبرين الأنصاري وشيخ المشايخ وسادات وكافة للإيمان على موتى وموتى أولادنا وأحبابنا. ربنا وتخبرنا ثوابه بسرة وصورة هي الفاتحة. آمين.